موسيقى في المغرب زعما هاد القضيه مهمه بزاف
وغراس على جروبات بحال امورتال سبيريت جاو جروبات اللي جاو من بعد فاميلي وور وهادشي هادشي مثلا اندر جراوند ما كاين لا راديو لا تلفازه لا حتى حاجه ما كاين لا انترنت لا والو غير كاسيت و هادشي اللي كاين هادشي ما كيدوزش في التلفازه ما كاينش شي جواب ما كاين والو ما عليناش باقا ديك الحال ديال الامل شويه في البلاد وبان هاد الموسيقى وحنا راه غاديين حتى يي بوي الميتال سين ديال الميتال ما كانش كدوي مع لا سين ديال لا فيوجن اللي ما كانتش تقريبا في الاول ديال هاد الستون هذا غادي يوليو الدراري ديال الميتال غادي يبداو يلعبوا شويه ديال لي ريبيرتوار اللي خارجين على الروك والهارد والهيفي ميتال والميتال غادي نقربوا من دي سون بحال ديال راينا راي اخواننا الجزائريين اللي كانت هما عندهم جيتار حاضرين وهذا هو الريبيرتوار اللي بغينا نقترحوا عليكم اليوم واحد الحاجه مهمه بغيت نقولها قبل ما يبدا حيت سور سين وفي هذا الجروب اللي جمعنا في هذا لوماج هذا الكوليكتيف اغلبيه ديالهم كانوا في لافير ديال اللي حقراتنا فيه الدوله باش تقمع الموفمون ديال لي جون في 2003 فبراير 2003 كانت لافير اللي سماوها 14 العام هذا امل كان كيموت على راينا راي بالطبع وكتب عليهم بزاف حيت كازا الجي وهران سيدي بالعباس نفس الشبيبه المغاربيه نفس المشاكل نفس الايقاعات نفس الرغبه في الحريه هاد التيتر ديال راينا راي اسمه حمامه كيلخص روح الحقره والاخوه اللي نشات من بعد هاد لافير ديال 14 وجمال قوه المجتمع ديالنا ديال المغرب اللي ملي كتقوي عليه الضغط وكتقول ليه علاش ما كتصنتش الفاطمه بنت الحسين كيجاوبك انا انفكتد برين كنسمع لكل شيء كنلعب لكل شيء غير خليوني مع امين حما كيلعب حمامه
المهم ما يمكنش ندويو على المرحوم أمال سامي المولوع بالروك بدون الوقوف عند جيمي هاندريكس أو مولاي دريكس كما كان كيسميه هو. في رواية موغيغ بور دو زيدي، يعني الموت من أجل فكرتين، كيذكر هذه الجملة ديال فودو تشايلد. أبرز وأروع ما خلى ولد هاد ولد سياتل اللي نصو أصول إفريقيا ونص ديالو من سكان أمريكا الأولون. If I see you no more in this world, see you in the next one, but don't be late. إلا ما بقيناش تلاقينا في هذا العالم، تلاقاو في العالم الآخر، ما تعطلش. هذا العالم اللي جاب لنا جيمي هاندريكس جاب لنا واحد الثورة فكرية اللي عطات انفلونس كبيرة في تاريخ الروك عالميا. هذا في واحد الكونتيكس، زعما في واحد الحقبة تاريخية اللي فيها الحروب الفيتنام إلى آخره، وفيها الميز العنصري وضد الرأسمالية المتوحشة اللي باقيين عايشين معاها. مهم، هذه هي الرسالة اللي خلى لنا جيمي هاندريكس مع رسالة ديال أمان سامي. فمن أروق لي جيتاريست اللي عندنا الصديق مراد قبالي ورضا رحال اللي غادي يلعبوا لنا شي حاجة باش نحيو الذكريات وسيرتو نتفكروا بأن الميتال جاي من الروك، اللي جاي من البلوز، اللي جاي من نيجرو سبيريتوال، اللي جاي من سليف سونغز، اللي جاي من إفريقيا. دونك الجذور ديال هاد الشيء كامل جاي من عندنا وخصنا نعطيوهم شويه الحق ديالهم. Are you experienced مع جيمي هاندريكس؟
شكون كيعرف توتال إكليبس بالسميه؟ بصح هنا ينقول لهم يعاودوا يطبعوا كاسيت. المهم الدراري اغلبيه تلاقيت معاهم في لافاك في طريق جديده، في هذيك الساعه كان اما الطوبيس ولا شي حاجه بحال هكا، ما كانش تراموي. كان كيطلع واحد السيد بالبندير كيبدا يغني دوك التويشات ديالو، يعني كندوي على شي حاجه ديال التراث الشعبي المغربي، اغاني اللي كتجي من الزنقه ما فيها لا رقابه لا حتى شي حاجه، جايه من العمق ديال الشعب. اش داروا لي توتال إكليبس اللي كانوا ديك الوقيته كيلعبوا الروك والهيفي ميتال والهاد روك، جروب معروف ها على الاقل 4 سنين، فيه هشام اللي غادي يجي يدخل دابا يغني فيه، فيه عدنان اللي معنا الجيتاريست، وفيه اوسي ان غون باتور اللي معنا ابراهيم التركماني. هذيك الوقيته واحد 98 99 هذا المورسو عدنان شد ليه الجيتارة ودار ليه نوطة، خرج من ديال مول البندير دارو بالاد روك، عرفتوه؟ بل انتم عارفينو اصلا وعنده علاقة مع اما سامي بالطبع، لانه كاع المرصوات اللي اختارينا عندهم علاقة مع قضية التعليم في البلاد. اما سامي من الناس القلال اللي كان الحلم ديالهم يبنيو مدرسة، مدرسة واحد البلاصه سميتها تسميت في الاطلس، ما فيها لا مالادو ما وصلهاش الحضاره، ذاك المغرب العميق ديال هادي القرن 14 باقي لحد الان. وهاد السيد تقاتل حياته كامله، ملي كنعرفو هو مقاتل علاش؟ باش يصوفي هاد البروجي ديال المدرسه في الجبل. بالطبع هاد القضيه ملي كتبغي دير مدرسه في البلاد راه اش غادي نقول لك؟ بحال باغي دير ثورة، دونك سا مارش با هنا، يعني اون لويا بوغي لا في كوم كيما كيقولو الفرنساويين، محنوه. اي هوغوزمون كان سوليداريتي ديما مع الدراري، مع هاد لا تريبي موزيكال، مع هاد بني ادم اللي عزيز عليه، يدفع بالبلاد القدام. انتي ميليتاريست بريا جاتني مريا للدار، امسيني فيها وفيها ورقة صفراء ما فيها ما يتقرا وفيها نجمة خضراء. الوالدة تبكي عليا، هزوني زارو بيا، الوالدة تبكي عليا، والناس يضحكوا عليا، العسكرية، والناس يضحكوا عليا، الخدمة العسكرية، ركبونا في السيطاوي صايقها عزي وطوي، ركبونا في السيطر وين صايقها عزي وطوي، السيطر والرادا وجميل راكب فيها الكولونيل، السيطر والرادا وجميل راكب فيها الكولونيل. وصلنا باب القشية ألقينا البرمكة تغلى، ملي وصلنا باب القشية ألقينا البرمكة تبرمك، بالحماس والمسلم
سيدي سيري أطاح لي سيدي البير زيد نحزن سيدي سيري طاح لي سيدي البير وحكموا عليا رجلي خطوات عسكرية وحكموا عليا رجلي خطوات عسكرية
كان معنا سعيد من حافل الباص، لواحد الصديق عزيز 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 عليا، اللي غادي يرنا واحد المورسو اللي كان عزيز على المرحوم، من التراث الدناوي الاصيل المغربي، ولكن بالطبع ملي فهمتو هنا ربعة المسطين سوسان، دونك غادي نديرو واحد المورسو، بغيناكم تبقاو شادين معانا الانرجي هادي، بلا ما نقول سميتو، تصفيقات على عوبيز. السلام عليكم، كلشي بخير. Oh, you batty, 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 oh, you batty,
الجنة. شكرا بزاف على الحضور ديالكم، بوبليك ديما خطير بزاف. غادي نمشي نقول لكم هذا راه المرسل الاخر اللي غادي يكون دابا، يعني اللي بغى يشطح هذه هي الوقيته ديال صافي سالينا. كاين واحد جروب من بعد اللي غادي يجي، بان ليا جاي من برا واعرين، سمعنا لهم في لافالونس غادي يلعبوا من مرادنا. مي هذا البروجي هذا ار يو اكسبيرينسد، اللي هو الميموار ديال امل سامي، هاد السيد اللي في لافيش، الاحترامات ديالنا ليه والعائله ديالو الصغيره، مراته ريتا ولدو رضا سامي وغيتا سامي. العائله الكبيره ديالو هي العائله ديالكم، هي البولفار، ماشي شي حاجه جات من الفوق راه تبنات من تحت. واش فهمتوني اش بغيت نقول؟ المهم غادي نساليو بالنشاط، اللي بغيتو تنشطو معانا غندير واحد المورسو ديال واحد السيدة عظيمة سميتها الشيخة الريميتي. حتى أنا ما كانش عندي مع الشيخة الريميتي ملي كنت كنسمع غا الميتال. هذا المورسو كان عزيز بزاف على طونطون الله يرحمو، سيرتو في لومبيونس ديال أطلس. فغوتنا على رضا علالي ديال هوبا سبيريت والصديق ديالنا وكاع الكوليكتيف. وميرسيمون تشكرات كاع لي ميوزيسيان اللي حضروا معنا، كاين اللي ما شفتهمش. السلام عليكم. واو شحال حلوة هاد شحال واعر هاد البولفار هذاك، خطير. كلشي بري 18 عام واشتركوا هنا. فش بالي لقط النوار، يا انا غزيلي هي لا لا، انا غزيلي فش بالي لقط النوار، يا انا غزيلي هي لا لا، غزيلي فش بالي لقط النوار، انا غزيلي هي لا لا.
غزالي مش بلي لقد النوار انا غزالي لا لا انا غزالي مش بلي لقد النوار انا غزالي لا لا انا غزالي مش بلي لقد النوار انا غزالي لا لا انا غزالي مش بلي لقد النوار مش عدك مش على القار ولا لا دو تخوا
أمل سامي يا لالا أمل سامي بالفن القطع طوار أمل سامي يا لالا أمل سامي بالفن القطع طوار أمل سامي يا لالا أمل سامي بالفن القطع طوار يا لالا يا أمل سامي بالفن القطع طوار شنو كاين شكرا بزاف يو 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 كازا داري بغيت نسمع الساعه ديال بصح داري وهذا الخاطر طوطو امل سامي من هنا حتى لها ديروا الصداع يو 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 ديروا الصداع خطر طوطو امل سامي عمنا كاملين وهاد السيمانه هذه مشانينا واحد الارتيست واعر مغربا رشيد طه الله يرحمه توا فهاد النهار ديروا الصداع باش وصل القضيه لها الله يعطيكم الصحه ميرسي ميرسي خويا عادل شكرا ديروا يا الصال عادل عادل هو